دلوقتي يا جماعه لما تبتدي الجمله بكونجنكشن باداه ربط بنحط كومه في النص بين الجملتين، يعني مثلا if you need help كومه don't call me because I'm busy، او مثلا رغم ان هو غني جدا هو مش مبسوط though he is very rich كومه he is not happy okay because today is a day off كومه I'm not working. لكن لو قلبت الجملتين وحطيت الكونجنكشن في النص مفيش كومه، يعني مثلا I'm not working because it's a day off، عشان في ناس عندها وسواس كده قبل because يحط كومه على طول. أو مثلا he's not happy though he is rich. أو I'm inviting you since today's your birthday. Since هنا معناها بما إن. فلو يعني الconjunction في النص بلاش كومة. بلاش كومة. ولو يعني مش فاهم فيديو عيدو تاني. و I miss you. وتعالوا التليجرام فيه شغل جامد جدا عندنا هناك. ومتشكرين جدا. ما تقولش حاجة وحشة.